ولكن خلينا في البدايه بعد اذنك نتكلم عن النقطه اللي هي اصبحت هي حديث الساحه الرياضيه في الفتره الاخيره، وطبعا بطبيعه الحال شغل بال كل الاهلاويه في كل الملعب مكان. الملعب فين؟ لقاء النهائي والمباراه. خدنا قطعيه حلوه في الانترو النهارده بنتكلم عن الموضوع. خلاص هو يعني الشغل الشاغل الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه في مصر والشارع الكروي المصري هو الملعب، ويمكن لاول مره او من المرات القليله اللي اتفق فيها الاعلام كله بلسان واحد، لان انت دلوقتي بتتكلم عن فريق مصري بيمثل مصر، انت بتتكلمش بقى عن الاهلي، فالكل مجتمع ان ده فعلا في ظلم. لا احنا دلوقتي صح، يعني بتتكلمي في نقطه اللي احنا دلوقتي كلنا النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه الوحيد في البطوله. بالزبط. ان شاء الله. بس يعني انا عايز بس ناخد امور واحده، يعني خطوه خطوه. تمام اتفضل. النادي الاهلي لحد دلوقتي برضو يعني ان شاء الله عنده او عندنا مباراه يوم السبت، مباراه مهمه جدا طبعا، مباراه الاياب مع خصم مش سهل. أكيد. مباراه الذهاب اللي كانت في القاهرة ما تكونش خادعة للناس، لا النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا، فرقة وفاق الصيف مش فرقة ضعيفة عشان الناس، وده اللي عاجبني في الفرقة. أنا شايف الفرقة قافلة على نفسها، مش مدخلة نفسها في موضوع الملعب أو الكلام ده. لسه المباراة، لسه النادي الأهلي لم يحسم الصعود، لكن اللي بيحصل من مجلس إدارة النادي الأهلي والتحركات اللي بتحصل على المستوى الإعلامي شيء كويس جدا وشيء جيد جدا. نرجع للموضوع، الاتحاد الأفريقي أنا شايف طبعا في فشل كبير جدا. الاتحاد الافريقي لازم من بدايه لو هو عايز يقلد حتى الاتحاد الاوروبي. بتشوف امبارح الاتحاد الاوروبي بيعلن موعد او يعني بيحدد الملاعب بتاعت البطوله الجايه. ده البطوله الجايه طبعا، يعني نهائي دوري ابطال اوروبا اللي طبعا جاي في تركيا. وصل بقى اي فريق من تركيا، وصل اي حاجه، خلاص هم عارفين. السنه دي احنا عارفين من اول الموسم، من اول البطوله، ان النهائي في باريس. خلاص محدش بيعترض، محدش بيتكلم. انت ما دام قررت ان النهائي يتلعب من ماتش واحد او مباراه واحده من اول البطوله او من اول ما تبدا البطوله او في قرعه الدور الثمانيه، تعمل طبعا ارض محايده، اعمل خلاص، اعمل الكلام ده. او حتى لو قلت المغرب من بدايه البطوله، هي المشكله اقول لحضرتك حاجه، المشكله اللي هو انت القرار طلع من يومين وبنسبه 90% الوداد طرفي النهائي اتحددوا طبعا، يعني لسه في مباراه عوده لكن طرفي النهائي اتحددوا. فانت ما ينفعش حتى لو كان في ناس طالعه بتقول ان المغرب هي اللي قدمت، مع احترامي الكامل خلاص المغرب قدم، لكن انت خلاص في طرف احد طرفي النهائي من المغرب. لا انا كاتحاد افريقي ابعد واتجنب الشبهات في الموضوع ده واختار ملعب محايد، واسيب بقى من اللي تقدم ومن اللي تقدم. افريقيا مليانه ملاعب، قاره افريقيا يعني محترم الكامل لدوله المغرب، ان يعني في يعني بلدان كتيره فيها ملاعب محترمه وملاعب نظيفه. المغرب للموسم الثاني على التوالي في ملاعب كتيره. طب انا يعني ممكن كنت تعمل في القاهره، ممكن ما تروح تلعب في جنوب افريقيا، ايه المشكله؟ ولا الاهلي ولا الوداد، العب في جنوب افريقيا، العب في تونس مثلا، تونس فيها ملاعب، العب في الجزائر لو انت مش عايز، ما فيها ملاعب كويسه. لكن انت لازم يكون ليك نظام، ليك سيستم معين من اول البطوله تحدد عليه. دلوقتي في كلام لا انا عايز ارجع بعد الضغط الكبير، عايز ارجع العب ذهاب واياب ثاني. طب دي عشوائيه، دي عشوائيه. ما ينفعش احنا خلاص احنا في 2022 ولسه عندنا العشوائيه في القرارات. لو بطوله زي دي، البطوله الاهم دي، هي البطوله الاهم في قاره افريقيا، وكلنا كنا توسمنا خير بعد تولي الراجل بتاع جنوب افريقيا رئاسه الاتحاد الافريقي، لكن مش شايف. لا والمواعيد عندك يوم 30 ويوم 2، يعني دي مشكله كبيره. إيه ودي مشكله ثانيه، ايه الحوار ده؟ ما دي مشكله. يعني خلينا نرجع لورا شويه، نفس الكلام حصل في دوري ابطال لا بطوله الامم الافريقيه، منتخب مصر لما لعب النهائي ولعبت النادي الاهلي بعديها ب 24 ساعه سافرت على الامارات لعبت كاس العالم للانديه. أيوه. والاتحاد أيوه. الافريقي برده ما تدخلش وما حاولش يساعد النادي الاهلي في حاجه. دلوقتي احنا بنتكلم بقى باسم مصر، منتخب مصر، النادي الاهلي عنده 30 مهمه قوميه ان شاء الله باذن الله يوصل النهائي، ومهمه قوميه كبيره جدا، وكلنا هنبقى في ظهر النادي الاهلي، ويوم اثنين منتخب مصر الكبير. فكرك العشوائيه دي عشوائيه ممنهجه مقصوده وراها نيه مشكوك في مدى سلامتها، ولا هي عشوائيه قائمه بالفعل وللاسف بتسمى عندنا واحنا اللي بندفع ثمنها؟ هو للاسف لو ممنهجه او متوجهه لينا احنا ما ينفعش. كمان احنا مصر، يعني انت اسمك بعيد عن بقى الكوره وبعيد عن الرياضه، انت في وسط القاره الافريقيه اسمك كبير وليك الرياده الافريقيه، مع احترامي الكامل لكل الدول الافريقيه، فما ينفعش يكون في اتجاه او توجه لاي تعنت ضد الشعب المصري. لكن في الرياضه لا، احنا مش مالناش تاثير كبير دلوقتي جوه الاتحاد الافريقي، مع ان الاتحاد الافريقي متواجد في مصر، دي من المشاكل الكبيره جدا. الاتحاد الافريقي موجود عندك في مصر، لكن الضغط
والايجابي يعني والنتائج الضغط بيحصل اكتر من دول المغرب العربي من شمال افريقيا سواء المغرب او تونس. الجزائر اعتقد اقل شويه، لكن المغرب ليها صوت وليها قوه كبيره جدا داخل الاتحاد الافريقي. اتمنى ان يتم العدول على القرار اختيار ملعب محايد، لان ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. ولو لا قدر الله خلاص ما فيش الا قرار الاتحاد الافريقي للملعب، في كلام تاني، واعتقد النادي الاهلي ومجلس ادارته بقاله يعني من وقت صدور القرار وهو شغال بشكل كويس جدا. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يعدي رسميا يوم السبت ويبدا خطوات تانيه خالص مختلفه. يعني اتمنى بقى بعد كده يبقى في كلام تاني وفي استعداد تانيه للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله.